بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بطلاب المرحلة الثانية قسم الهندسة الكهروميكانيكية في كلية الهندسة جامعة سامراء في المحاضرة الثالثة من موضوع Theory of Machines، نظرية المكان. الحقيقة قبل ما نبدأ المحاضرة بس إعادة سريعة للأشياء اللي أخذناها. نلاحظ هنا Motion of Points on a Link، يعني إذا كان عندي أكثر من نقطة وتتحرك موضوعها على لينك، شلون اقدر ارسم لها الفيلوسيتي دايجرام مالتها. هنا بهذا اللينك لاحظ انه نقطه A تمتلك سرعه بهالاتجاه مقدارها VA، نقطه B كذلك تمتلك سرعه بهالاتجاه مقدارها VB. فاحنا من خلال الفيلوسيتي دايجرام راح نقدر نستنتج السرعه مالت C والسرعه مالت D ايضا. فلو ننتقل للفيلوسيتي دايجرام، حقيقه بالفيلوسيتي دايجرام هو مخطط للسرعة ولازم يرسم أيضا بمقياس رسم ملائم مثل ما قلنا بالمحاضرات السابقة. دائما بالفيلوسيتي دايجرام نستخدم الأحرف الصغيرة، يعني A B C كلها small letter. أول شيء نحدد نقطة اللي بيها السرعة تساوي صفر، سميناها نقطة O. من خلال هاي النقطة نرسم متجه بهالاتجاه يمثل لي اتجاه سرعة A ومقدارها كما تلاحظون بهالاتجاه. فإذا هذا راح يكون مكان نقطة A، هذا هاي تمثل لي سرعة A على الفيلوسيتي دايجرام. نفس الشيء السرعة مالت B هذا اتجاهها والقيمة مالتها، أرسم بالاتجاه مالت سرعة B وبالقيمة مالتها بمقياس الرسم، إذا راح تتحدد لي نقطة B. فصار عندي ثلاث نقاط، نقطة O اللي هي سرعتها صفر، نقطة A، نقطة B. أوصل بين A و B على مود من خلال هاي التوصيلة راح أستنتج نقطة C. شلون أستنتج نقطة C؟ حقيقة نقطة C مثل ما تلاحظون هي واقع على نفس اللينك، يعني بين A و B، وهذا اللينك يمتلك نفس الأوميجا لأنه rigid body. فمعناتها السرعة مالت C بالنسبة إلى B على السرعة مالت A بالنسبة إلى B تساوي البعد من C إلى B على البعد من A إلى B. ليش؟ لأنه يمتلكون نفس الأوميجا. هذا معلوم، البعد معلوم، البعد أيضا من C إلى B معلوم، السرعة مالت A بالنسبة إلى B معلومة. ليش؟ لأنه إحنا وصلنا منها إلى هنا وقسناها، فنقيسها حسب مقياس الرسم نعوض هنا، فيبقى المجهول فقط من C إلى B فنستنتج من خلال هاي المعادلة. فإذا المسافة على الفيلوسيتي دايجرام من C إلى B راح تطلع لي، وأعوض حسب مقياس الرسم راح أقيس من B إلى C، إذا تحددت لي نقطة C. هل هاي سرعة C؟ لا، هاي الرلاتيف فيلوسيتي، السرعة النسبية. ليش نسبية؟ لأنهم مقاسة إلى نقطة متحركة وليست ثابتة. فإذا أريد أقيس السرعة الحقيقية مالت C لازم أوصل إلى نقطة ثابتة اللي هي نقطة O، فأوصل من C إلى O هاي النقطة الثابتة وأقيس هاي المسافة OC، هاي راح تنطيني السرعة الحقيقية مالت C لأنها مقاسة إلى نقطة ثابتة. نفس الشيء نقدر نشتغل على نقطة D أيضا بنفس الأسلوب، نقدر نستنتج نقطة D. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تتضمن السرعة بالVelocities in Slider Crank Mechanism، السرعة في آلية المرفق أو عمود المرفق والمنزلق. وراح ناخذ مثال example about a four bar chain اللي هي ناخذ مثال عن آلية الأذرع الأربعة، وراح نحكي عن الهومورك وشنو راح ناخذ بالمحاضرة الجاية next lecture وشنو نتواصل بيناتنا. السلايدر كرانك ميكانيزم مثل ما تلاحظون هذا الشكل مالته. السلايدر هو البلوك A، هذا السلايدر المنزلق اللي يتحرك حركة ترددية يمينا وشمالا. الكرانك هو اللي هو عمود المرفق اللي هو الاو بي اللي هو يدور بحركة دورانية بهالاتجاه. الاو بي هو يمثل لي الكرانك، فهي آلية عمود المرفق والمنزلق، يعني المنزلق هو الاي والكرانك اللي هو عمود المرفق. اللي يربط بيناتهم هو الكونكتينج رود اللي هو اي بي، اللي هو اللينك اي بي يربط لي بين الكرانك والسلايدر. الفائدة من هاي الآلية هي تحويل الحركة الترددية إلى حركة دورانية، أو بالعكس تحويل الحركة الدورانية إلى حركة
ترددية، وهاي نقدر نستفاد منها حسب الاستخدام. يعني مثلا في محركات الاحتراق الداخلي، أنا عندي هنا غرفة الاحتراق ضغط عالي، فتتولد لي حركة بهالاتجاه، هاي الحركة راح تنتقل إلى حركة دورانية. ممكن بالضاغطات أني أنطي حركة دورانية عن طريق محرك خارجي، راح تتحول للحركة الدورانية عن طريق الكونكتنج رود إلى البستن، راح تتحول إلى حركة ترددية راح أرفع بيها ضغط المائع اللي للضغط اللي أريده. ممكن أيضا instead of piston، بدل ما أخلي أني مكبس أخلي منشار، هنا أخلي منشار، وهاي الحركة الترددية راح تساهم في قطع الأخشاب أو قطع المعادن إلى آخره. زين، المثال اللي راح ناخذه اللي هو موضح بالشكل slider crank mechanism is shown in figure. The slider A is attached to the connecting rod AB. يعني هذا السلايدر المنزلق A متصل بالconnecting rod AB. Let the radius of the crank، هذا الradius مال الكرانك مال عمود المرفق OB BR، يعني يكون مقياسه أو قيمته R، and let it rotate in a clockwise direction. ونفترض يدور باتجاه عقرب الساعة about the point O، طبعا يدور حول نقطة O، يعني معناته نقطة O شبيهة ثابتة، with uniform angular velocity omega، يدور بسرعة زاوية منتظمة مقدارها أوميجا مقاسة بالراديان بير سكند. هنا من يقول لي uniform معناتها السرعة ثابتة، فيما معناه انه دا يقول لي الالفا يعني مشتقة الانجولار فيلوسيتي، اقصد بيه الانجولار اكسلريشن، التعجيل الزاوي يساوي لي صفر، لان مثل ما تعرفون مثل ما تعلمنا انه التعجيل هو مشتقة السرعة، فالتعجيل الزاوي هو مشتقة السرعة الزاوية، فبما انه ثابتة فراح يكون يساوي لي صفر. هنا شو راح نجي نرسم الـ velocity diagram. المعلوم عندي من الميكانيزم انه نقطة O سرعتها صفر لانه ثابتة، نقطة A حركتها باتجاه الهوريزنتال يعني يمينا او شمالا، ما يصير ارسم الـ A تتحرك باتجاه الـ vertical او مايلة بزاوية. ليش؟ لانه اكو restriction، هنا اكو محددات، اكو guidance اللي هو السلندر، مثلا بالمحركات مال الاحتراق الداخلي السلندر يحدد لي حركة البستم فقط ذهابا وإيابا. فإذا صار عندي معلوم أنه سرعة O صفر، سرعة A تتحرك يمينا أو يسارا يعني بهالاتجاه، سرعة B منطاني أوميجا وعندي R، فسرعة B هي الأوميجا في الR كقيمة، كاتجاه هي تكون عمودية على الكرانك، يعني عمودية على اللينك O B. فمن خلالها ايش راح اقدر ارسم الـ velocity diagram. راح تكون نقطة O هي صفر، نقطة A او بالاحرى نبدي بنقطة B، المعلوم نقطة B راح تكون هاي اتجاهها، وكقيمة هي اوميجا في الR، واتجاهها هو عمودي على اللينك OB. زين، الخط هذا التأثير الاحمر المنقط هذا اللي بالاسفل، هذا يمثل لي خط تأثير A، يعني مسار الحركة مال A، لكن وين ينتهي ما اعرف. فش أسوي؟ أرسم هذا الخط الأحمر، أرسم خط يوازي لي الكونكتينج رود يعني الـ AB اللي هو هذا، من نقطة B أقيم عليه عمود وأقاطع مع خط التأثير مالت A، راح ينطيني منه نقطة A. ليش؟ لأنه سرعة B أو سرعة A بالنسبة إلى B تكون عمودية على هذا اللينك على الكونكتينج رود، فأنا أريد سرعة A بالنسبة إلى B، فأرسم خط يوازي الكونكتينج رود، أقيم عليه عمود من نقطة B راح يتقاطع راح ينطيني نقطة A، فراح يكتمل عند المثلث OAB هذا الـ velocity diagram. زين، نقطة E إذا أي نقطة واقع على الـ connecting road شلون راح أقدر أستنتجها؟ نقطة E مثل ما قلنا من خلال النسبة والتناسب، يعني سرعة E بالنسبة إلى B إلى سرعة A بالنسبة إلى B يساوي لطول اللينك أو طول المسافة من E إلى B على طول الـ connecting rod الـ AB. ليش؟ لأنه هذا الـ connecting rod هو rigid body يمتلك نفس الأوميجا، فمن خلالها هذا معلوم سرعة A بالنسبة إلى B من الـ velocity diagram، وهاي من الأبعاد، فيبقى عندي المجهول فقط بعد E إلى B راح أستنتجه من خلال هاي العلاقة، فاستنتجته أقيسه من B إلى E حددت نقطة E. زين، سرعة E المطلقة لازم
أخذها إلى نقطة ثابتة مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة، أوصل. إذن هذا الخط أجي أقيسه حسب سكيل الرسم، أحوله أقول سرعة E تساوي لكذا متر بير سكند. تمام. ننتقل وراها نأخذ example عن ال 4 bar chain. طبعا هذا الاكزامبل 7-1 موجود بالكتاب. إن 4 bar chain ABCD، هذا ال 4 bar chain ABCD. AD is fixed and is 150 millimeter long. منطيني البعد مالت مال AB 150. The crank AB is 40 millimeter long and rotates at 120 rpm clockwise. يعني هذا الكرانك AB دور باتجاه عقرب الساعة ب 120 revolution per minute. While the link CD، هذا اللينك CD 80 ملم، طول 80 ملم، oscillates about D. هنا D هذا اللينك CD يقول لي oscillates about D، يعني بينما الـ AB قال لي rotates، يعني هنا كأنما أكو محرك موتور يتحرك لدائما، لكن هذا شو يصير بي oscillating، يعني ذهابا وإيابا نتيجة اختلاف الأطوال. معاي نتيجة اختلاف الأطوال. هنا بطارية الحاسبة كانت شوية راح تخلص فربطت الشاحنة. فنرجع لموضوعنا أنه CD هو oscillating، يعني oscillating يعني يتردد. فهاي الميكانيزم نقدر نستخدمها بشغلة اللي هي كلكم تعرفوها، هي الماسحات مال الزجاج الأمامي مال السيارة. هنا عندي حركة دورانية وهنا عندي حركة ترددية بهالاتجاه. فهنا CD هو طوله 80 ملم oscillates about D. BC and AD are of equal length. هذا BC يساوي لل AD هو 150 ملم. شنو المطلوب؟ Find the angular velocity of link CD when angle BAD equal 60 degree. يريد الـ angular velocity الـ omega مال CD عندما هاي الزاوية الـ BAD تساوي لـ 60 درجة. طبعا قبل ما انتقل للحل، احنا الميكانيزم اللي ينطينا اياه او يعني تجينا في الـ problem لازم اني كل الاطوال تكون عندي معلومة. فهسه لو نرجع على هذا المثال، هاي 150 80 150 40 معلومة، اوكي. لازم ايضا كل الزوايا تكون معلومة، هنا فقط زاوية واحدة معلومة. فايش لازم اسوي؟ لازم ارسم الميكانيزم تو سكيل، يعني ارسم نقطة A من A الى D 150 حددت نقطة D، من A الى B 40 بزاوية 60 حددت نقطة B. نقطة C شو راح احددها؟ راح منا امسك الفرجال في نقطة D اثبته ب 80 ارسم قوس، من بي أيضا أثبت الفرجال أرسم قوس ب 150 راح يتقاطعون القوسين في نقطة سي. من خلال هاي راح أبدأ أقيس الزوايا مال سي دي أي أو الزاوية بي أو سي بي أي، فتتحدد عندي الزوايا كلها اللي راح أحتاجها بالفيلوسيتي دايجرام. بننتقل للحل، إنه هو انطاني الـ N، انطاني إياها الـ أوميجا ريفوليوشن بير مينيت، يعني انطاني N منطاني أوميجا، فأحولها إلى أوميجا أضربها في 2 باي وأقسمها على 60، استنتج مقدار الأوميجا 12.56، والطول عندي 40، فراح استنتج الـ VB هي حاصل ضرب الأوميجا في الـ R، يعني 40 في 12 أو 0.04 راح تكون، فراح تصير الأوميجا في الـ AB 12.56 في 0.04 وتساوي لي 0.503 متر بير سكند. فمن أنتقل للفيلوسيتي دايجرام إخوان، المعلوم عندي A سرعتها صفر، D سرعتها صفر، فراح تنطبق في نقطة واحدة. سرعة B صارت معلومة 0.503 متر بير سكند، وهذا اتجاهها عمودي على اللينك. فراح يبقى عندي المجهول فقط هو C، فراح نشوف شلون راح نقدر نرسم الفيلوسيتي دايجرام مالتي. اها تمام، هاي الاي الفيلوسيتي دايجرام، هاي الاي دي سرعتها صفر، من اي رسمت بهالاتجاه انطاني سرعه بي هاي بهالاتجاه والقيمه مالتها. تمام، فصارت عندي اخوان نقطه بي معلومه، نقطه اي ودي معلومه، المجهول ونقطه سي. فلو ارسم من نقطه بي يعني لاين مثلا عمودي على اللينك بي سي، يعني سرعة سي بالنسبة إلى بي عمودي على اللينك مالتها، فلو جبت هنا خط توازي
البي سي بالميكانيزم وأقيم عليه عمود راح يمشي بهالاتجاه، ما أعرف وين تأثير. بعدين سرعة سي بالنسبة إلى دي، لو أجيب هنا في نقطة دي أثبت هذا اللينك اللي هو سي دي، أقيم عليه عمود، فراح يتقاطعون في نقطة، هاي النقطة هي راح تكون نقطة سي. أوكي شباب، فصار عندي الفيلوسيتي دايجرام واضح، اي دي صفر، بي معلومة، سي من التقاطع استنتجتها. فإذا السرعة مالت سي هو ايش رايد كان؟ رايد الانجولار فيلوسيتي مال السي دي، فإذا أقسم الفيلوسيتي سي دي على طول اللينك راح استنتج منه الأوميجا، راح تكون 4.8 راديان بير سكند. هنا شنو كانت؟ كلوك وايز. ليش كلوك وايز؟ لو تلاحظون نقطة دي، هاي نقطة دي، هاي نقطة دي هنا بالفيلوسيتي دايجرام، سرعة سي بهالاتجاه، بهالاتجاه، فمعناتها الأوميجا وين؟ الأوميجا راح تكون كلوك وايز. تمام شباب؟ أتمنى يكون واضح. المحاضرة أو الهوم وورك أتمنى تحلون يعني example 7.1 إلى 7.4. من أقول إعادة حله يعني ترسموه to scale، يعني ترسمه كمقياس رسم على مود تتعلم، لأنه مجرد فقط قراءة الأمثلة لا ينفع، لازم نشتغل بحيث نرسم to scale، نستخدم الأدوات مال الرسم اللي هي المنقلة، المثلثات، المساطر إلى آخره، وأيضا نقرأ بقية الأمثلة ونحاول نحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالموضوع اللي هو velocity diagram من خلال المصادر أو من خلال الكتاب المنهجي إن شاء الله. المحاضرة الجاية راح تكون طبعا على acceleration diagram، راح تكون محاضرة أعمق لأنه إحنا على مود نوصل acceleration لازم أرسم الميكانيزم وبعدين velocity بعدين acceleration. التواصل راح نتواصل عن طريق الممثل مال الشعبة مالتكم من خلال تشكيل جروب على الواتساب أو على التليجرام أو على، أنا أيضا سويت حساب على أو جوجل كلاس روم، ممكن أيضا تشاركونا، وانطيت ممثل الشعبة أيضا الكود مالته. شكرا جزيلا.